بصوا، انتوا هتلاقوا كروت كتير بتتشابه لان نفس قراية البرج. ممكن كروت كتير تتكرر، بس الكارت ده ما جاش في ولا مجموعة تطور مادي كويس يا جوزاء. يعني اللي ناوي يعمل مشروع الفترة دي ده وقت كويس جدا، الحمد لله ما فيش خسائر، بالعكس في حالة تطور مادي. ان شاء الله المشروع يكون نجح ويعني مثمر ان شاء الله. وكمان لو مش بتعمل حاجة فهو في حالة استقرار مادي، يعني الحمد لله مفيش أزمات والدنيا ماشية كويس قوي قوي، وإيه حالة أمان وإيه رخاء الحمد لله من الحالة المادية. في عندنا كمان four of wands، ده إما إن هي أجازة، الجوزاء قرر ياخد أجازة أو هيقرر ياخد أجازة يحتفل، مجرد إيه وقفة كده شوية بريك، نريح من الشغل نريح من المسؤوليات وناخد أجازة. وكمان ده فرح زي ما انتم شايفين، دي مراسم فرح يعني فرح اغريقي كمان. اللي على وشك ان هو يتم جواز باذن الله هيتم على خير وكل حاجه تبقى كويسه قوي. لا انا بيجي لي رسائل يا انجل. الجوزاء عنده كمان حاله في خناقه شغاله، او مش هنقول حرب بمعنى حرب، في شوية كده قلق وتوتر حواليه، بس هو بيحاول يتماسك ومبين ان هو كويس جدا ومش فارقة معاه خالص، وان هو منتصر مع ان هو اتأذى شوية او اتليست يعني مزاجه اتعكر يعني على الأقل، بس مبين ان هو تمام زي ما انتم شايفين، واقف في حرب وسام غايمة وهو مازال مبتسم. فانت مبين حاجة غير اللي جواك من ناحية موقف معين كان بيأذيك. انا احيي ده الصراحة، مش ضده خالص. في بقى كارتين تحت بعض حلوين جدا جدا جدا. ده بقى ده اللي طلع في المجموعة الاولى، طاقة ابداع، خبر حلو، وفي حاجة طاقة داخلة علينا ان شاء الله كويسة جدا جدا جدا. الطاقة دي هتعمل لك هدف يا جوزاء، انت رايح لهدف بسرعة شديدة جدا ومش هتقف غير لما توصل له. شايفين عامل ازاي؟ راكب الحصان بيجري بسرعة جدا جدا رايح لهدف. نايت اوف سوردز، بالدفاع، رايح بالدفاع كمان شديد جدا، ونجاح بإذن الله نجاح. اكتمال الدائرة يعني حاجة انت هتكملها على اكمل وجه، يعني انت بتعمل مشروع او لو عندك اي حاجة مثلا حاجة في شغلك بتعملها خلاص accomplished done، خلاص هتعملها بنجاح ان شاء الله كويس جدا. في بقى حاجة تانية بقى مما وراء الكواليس، انت خايف من حاجة، في حاجة مقلقاك شوية او مكتفاك مش عارف تاخد خطوة، دي حالة ثبات، ثابت مستني متراقب. اوكي، حاجة دي تخص ورق يمكن، the judgment sorry justice، ده حاجة ليها علاقة بالأوراق حكومية، حاجة بتعمل ورق حكومي، ممكن يكون قرض، ممكن يكون قضية، ممكن يكون حاجة من ده يعني، أو إنه أنت هتسيء الحكم على شخص. لو أنت في حالة توتر دلوقتي يا جوزاء وعندك شوية صراعات بتدور حواليك، بليز ما تطلقش أحكام في الفترة دي، استنى لغاية لما الدنيا تبقى يعني هادية، وهي هتهدى خلاص، داخلة عليك طاقة قمر، طاقة هدوء وسلام وطاقة تأمل وحاجة كويسة جدا هادية جدا وحلوة قوي قوي قوي. استنى وما تطلقش أحكام دلوقتي. لو موضوع فيه ورق حكومي وانت مستني ورق وقلقان منه وخايف، ان شاء الله ما تخافش، شكل الموضوع خير بإذن الله وهتطلع بنتيجة كويسة جدا. في هنا كمان strength، وقلت لكم كارت القوة ده معناه قلة القوة، انت محتاج تواجه حاجة معينة يا جوزاء، واجهها من غير عنف ولا حاجة، لا انت هتواجهها بدبلوماسية. مهم ان انت تعبر عن نفسك وتقول اللي جواك بس مش بعنف. القراية برضو حلوة قوي قوي، هلخصها بسرعة، في تطور مادي ان شاء الله، اللي داخل مشاريع جو اهاد ان شاء الله الدنيا كويسة جدا، وحالة استقرار مادي الحمد لله. في هنا احتفال وفرح او في اجازه هتطلعها انت وعيلتك،
الناس المقربين بالنسبة لك، في شوية ضغوطات بس انت بتواجهها بثبات، وبتبين ان انت يعني مش متأثر تماما، بس انت اتأثرت شوية. في طاقة خبر حلو، وفي حاجة حلوة جدا جاية لك، طاقة إبداع هتنور لك اللمبة، وهتشوف هدف وهتروح له بسرعة شديدة جدا بإذن الله. في نجاح اكتمال دائرة the world. في هنا زي حالة جمود أو ثبات، حاجة ثابتة مش بتتحرك، ده لأنك أنت خايف شوية، عندك مخاوف. في هنا justice، إما إنه أنت هتظلم حد أو هتطلق حكم مش سليم على حد، أو إنه في ورق حكومي أو حاجة تخص الحكومة، يعني إن شاء الله بتتم الفترة دي. في حالة إن شاء الله هدوء وسلام واتزان داخل عليها برج الجوزاء الفترة دي. بس برضو الكارت ده نسيت أقول لكم، بحذر من العقرب اللي طالع ورا ده، اللي هو أنت قاعد في أمان الله ومسالم وفي حالك ومفيش أي حاجة، بس حد مترقب لك يا جوزاء، انتبه وما تديش سرك لحد إلا الناس اللي أنت تثق فيهم وجربتهم يعني في الموضوع ده أكتر من مرة. واجه يا جوزاء الحاجة اللي أنت محتاج تواجهها، بس واجهها بدبلوماسية على قد ما تقدر. ادي القراية الثالثة، المجموعة الثالثة القراية العامة بتاعتها، الحمد لله حلوة جدا برضو. العلاقة العاطفية بتاعتها، طيب طيب الجوزاء عايز ايه؟ انا واضح عندي كده ان حصل حاجة غلط. الجوزاء زي ما انتوا شايفين كده واقف متكتف، عارفين اللي هو خلاص ايه، رفع ايده بقى، يعني مفيش حاجة اعملها، استسلم. الجوزاء مستسلم، شايف انه مفيش حاجة بايده يعملها، مفيش الخطوة مش عنده، هو مفيش حاجة ممكن يعملها خلاص. نفسه في ايه كمان؟ يعني هو تقريبا شايف ان اساس العلاقة مش كويس، ان الاساس مش صح. شايف شريكه ازاي؟ شايفه مش بقى بيبعد بمشاعره، لا بيبعد فعلا، يعني بيبعد، سايبه ماشي خلاص، سايبه وماشي، وسايب بقى كل العشرة والحب والحاجات دي كلها، سايبها وراه ومش مهتم وماشي. الطاقة ما بينكم the high priestess دي الأسرار، دي بتاعة الأسرار. في سر انكشف، مش ضروري ان هو يكون سر، ممكن يكون حاجة كانت مستخبية وظهرت، يعني في حاجة كانت مستخبية وظهرت، واضح انها ظهرت لك انت يا جوزاء عن شريكك. يعني شريكك عايز ايه؟ شريكك بيحبك برضو، بيحبك وعايز يكون معاك، وعايز منك اطفال، وشايفك الدفى والامان والعيله، الحب الغير مشروط. احنا قلنا the empress هي الحب الغير مشروط. نفسه تفتكر له الحاجات الكويسه اللي هو عملها لك قبل كده، دي حاجات ذخيره عمل زمان، نفسه تفتكر له الحاجات دي. شايفك ازاي؟ شايفك بتحبه وبتقدم له كتير، بتقدم له حاجات كتير جدا، وانك انت سند ليه. مش هكدب عليكم، الدنيا دلوقتي مش كويسه، انتوا محتاجين راحه، محتاجين بريك، هدوء كده شويه. في قرارات المفروض تتاخد، في حيره شويه، في حد على وشك ان هو ياخد قرار بالنسبه للعلاقه، لكن في تردد شديد جدا. والجوزاء مش هتكلم عن التردد اللي عنده، هو فعلا متردد، هيبقى مش عارف يعمل ايه. نصيحتي انا يعني، ونصيحة طبعا الكروت، انا اتعلمت الصراحة من الكروت دي حاجات كتير قوي في القرارات اللي انا باخدها، ما تاخدوش قرارات وانتم منفعلين، اجلوا شوية لغاية لما الطاقة تتوازن، استنوا شوية وبعد كده ابتدوا خدوا قرارات. البريك ده كويس، مفيد للناحيتين عشان تفكر بطريقة احسن، وما تاخدش قرار يعني نابع عن انفعال، تاخد قرار نابع عن عقل. بس اللي انا حابه اقوله لك، اطمنك يا جوزاء شريكك فعلا بيحبك ونفسه تديله فرصه تانية. هو صراحه الكروت بيبقى ليها اكتر من معنى وليها اكتر من تفسير، بس انا القراءه دي هي دي الطاقه اللي وصلت ليها بس، فيعني قولوا لي اخبارها ايه معاك.
طيب دي في رؤية المجموعة الثالثة والأخيرة، الحالة العاطفية بتاعتها إن شاء الله خير. استنوا شوية، ما تاخدوش قرارات دلوقتي، وانتوا أصلا يعني يومكم بسنة في القرارات، فأنا مش قلقانة عليكم في الموضوع ده. طيب تعالوا نشوف. صحيح تمام يا ساتين، حلو أوي. الحوت اتقال يا حني، تسلمي لي حبيبتي. اوكي يلا بقى نبتدي فقرة الأسئلة. معانا كده 10 دقايق أسئلة، تعالوا نشوف اللي حصل عندهم انفصال من برج الجوزاء، في رجوع ولا لأ. بقى لنا قد ايه؟ اسمع ويسأل. طيب بصوا، هو انتوا عايزين ترجعوا، يعني هو في نية الرجوع، او هو عايز يرجع الشخص، يعني في رجوع، بس في حد بيمنعكم. ليه؟ واضح ان الرجوع مش في مصلحتكم دلوقتي. شايفين القط ده؟ القط ده ما حدش هيخاف منه، القط ده بيحميك، ده شخص بيحميك. يعني ممكن يكون ايه؟ اب، صديق، حد بيخاف عليك، واقف عليك حارس، مش عايزك تاخد القرار ده دلوقتي. استنى شوية، في حاجات هتظهر لك كمان شوية. استنى شوية يا جوزاء على موضوع الرجوع ده، ما تستعجلش. انت عذراء وجوز الجدي. بصي يعني طلع لي احلى كارت الصراحة في التاروت كله، الشمس. علاقة صحية، علاقة صحية جدا، علاقة ناجحة ان شاء الله. حبيبتي يا ساتين، راجل اسد بيس، مريمي ازواج بيس. اوكي سارة، اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم.